أعرب وزير الدفاع التركي يشار جولر عن ثقته في قرب إنهاء الإرهاب في سوريا والعراق، وفي كلمة له خلال زيارة لقيادة اللواء 20 مدرعات جنوب شرقي البلاد، أكد الوزير التركي على ضرورة إنقاذ بلاده من آفة الإرهاب والعمل على خلق البيئة اللازمة لتحقيق التطور في ظل ظروف أكثر إيجابية. أعلنت مديرية الأمن التركية أن فرقها جلبت العضو بتنظيم PKK الإرهابي محمد كوبال من فرنسا، وفي بيان صادر عن المديرية أكدت السلطات التركية أن الإرهابي الذي تم نقله يوم الثلاثاء من فرنسا إلى تركيا. وذكر بيان للمديرية التركية أن كوبال كان مطلوبا على المستوى الوطني على خلفية جريمة انتمائه لتنظيم PKK المسلح، وأضاف البيان أنه نتيجة للعمل الذي تم تنفيذه بتنسيق مع رئاسة إدارة الانتربول يوروبول تم استصدار قرار ترحيل الشخص المصنف إرهابيا. لمزيد من التفاصيل معنا الآن مباشرة من اسطنبول مراسلنا ربيع الصعوب. أهلا بك ربيع. إذن على ما يبدو هذه الحملة الأمنية التركية ليست فقط ما زالت متواصلة، ولكن التصريحات الرسمية تشير إلى اقتراب ربما الوصول إلى الأهداف التي وضعتها السلطات هنا، أو ربما اقتراب عملية برية، خصوصا أن الوزير كثف زياراته إلى المناطق الحدودية تحديدا القريبة من سوريا، شان لأورفا محاذية تماما لبلدة تل أبيض، وهي أصلا تحت سيطرة القوات التركية، ومحاذية تل أبيض لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية، وهي هدف لأنقرة وهدف لتصريحات المسؤولين الأتراك الذين يتحدثون عن عملية عسكرية ربما قد تكون خلال هذا الصيف. المباحثات السياسية لا زالت قائمة وفق ما يتم تداوله هنا عبر وسائل الإعلام المحلية. زيارة الرئيس التركي تحديدا إلى الولايات المتحدة ربما قد يتلقى بعدها الضوء الأخضر لشن هجوم بري يكمل ما بدأته تركيا. وعند الحديث عن ما بدأته تركيا والشريط الأمني بعمق 30-40 كيلومتر في سوريا والعراق بعيدا عن الحدود التركية، يبعد المسلحين الأكراد في العمق السوري وفي العمق العراقي، وهو ما تسعى إليه تركيا وسعت إليه من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها، نبع السلام، درع الفرات، غصن الزيتون، وأيضا العمليات في شمال العراق والسيطرة على بعض المناطق ونشر القواعد العسكرية. وعند الحديث عن العراق كان هناك قصف نفذه الجيش التركي على مناطق في شمال العراق أسفر عن القضاء على 5 مسلحين من حزب العمال الكردستاني وفق ما نشرته وزارة الدفاع التركية قبل ساعات. لذا بالحديث عن الحرب على الإرهاب نحن ربما ننتظر، وهناك إشارات تتحدث عن عملية برية تركية في شمال سوريا وشمال العراق، وشمال العراق تم تنسيق أيضا مع الحكومة العراقية، ووصل الجيش العراقي إلى مناطق لم يصلها منذ سنوات، ورفع العلم العراقي على المناطق الحدودية ما بين تركيا والعراق، وعقدت اتفاقات أمنية. هناك حديث عن آفاق اقتصادية بين الدولتين، والمعيق في هذه الآفاق وجود الجماعات الكردية على المناطق الحدودية. نعم. ربما أيضا في سياق آخر هنا ربيع، على ما يبدو الملاحقات الأمنية ليست فقط هنا تستهدف حزب العمال الكردستاني هنا، ولكن على ما يبدو أطراف تابعة لداعش كما تابعنا مؤخرا. يعني نعم، الحملات الأمنية مستمرة في تركيا ضد تنظيم داعش، ضد جماعة فتح الله جولان، حزب العمال الكردستاني، وحتى ضد الهجرة غير الشرعية. عمليات داعش لا تتوقف. مؤخرا أعلنت القوات الأمنية التركية اعتقال 14 شخصا في عمليات نفذتها في 4 ولايات تركية، وهذا الخبر أصبح بشكل شبه يومي الحديث عن اعتقالات ضد أعضاء يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش. نتحدث عن المئات تم اعتقالهم خلال الأشهر القليلة الماضية وفق وزير الداخلية الذي ينشر باستمرار مقاطع اقتياد أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، أيضا خصوصا بالحديث عن اتصالات يجرونها مع مناطق الاشتباكات. وعند الحديث هنا في تركيا استخدام هذا المصطلح يعني في سوريا
والعراق، أي أن لهم اتصالات خارجية مع قيادات التنظيم في مناطق خارج تركيا، وهو ما قاد ربما إلى تعقبهم واعتقالهم. نعم، شكرا جزيلا لك ربيع على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن كان معنا مباشرة من إسطنبول مراسلنا ربيع صعوب.